بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم طلابنا؟ شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الجميع بخير. أهلا وسهلا بكم أكاديمية العطاء الطبية، وأهلا وسهلا بكم بافتتاح الكورس المرحلة الرابعة مادة الجراحة إن شاء الله. أخوان، أول شيء ألف مبروك نجاحكم مرحلة الثالثة للرابعة. وطبعا احنا حشينا بالجروب على أهمية المرحلة الرابعة، قلنا لكم أنه المرحلة الرابعة راح تكون شوي أصعب وأطول من المرحلة الثالثة. تعرفون كل ما تصعد درجة بال يعني بالطب، كل ما تعبر مرحلة تزداد صعوبة مع المادة، أوكي؟ فيحتاج شنو؟ يحتاج من عندنا متابعة، يحتاج من قراية وهاي الفترة بالذات، يعني حتى نستغل الوقت، حتى من توصلون للدوام أنتم مسيطرين والمادة مفهومة عندكم واضحة، أوكي؟ ما أريد أطيل عليكم لأن المحاضرة طويلة، راح نبلش بسم الله. الأوبجكتيف مالتنا مع المحاضرة، أول شيء راح نعرف شنو definition of anatomy and pathophysiology of acute appendicitis. احنا طبعا محاضرتنا اليوم على appendicitis اللي هو التهاب الزائدة الدودية، أوكي؟ اللي هو معروف عند الجميع وأغلبنا يمكن يعرف أعراضه أو شيء، بس شنو هنا محاضرتنا راح شوية معلومات إضافية. Knowing of the Alvarado score، Alvarado scoring، راح نعرف شنو Alvarado scoring. Operative surgery in the pediatric age group والبيدياتريك فلود ثيرابي، اوكي؟ كل هذول راح نعرفهم هاي بعد نهايه هذه المحاضره. هسه نبدا شباب. ذا فيرميفورم ابندكس، شنو معنى الفيرمي؟ فيرمي يعني معناها وورم، يعني معناها دوده، اوكي؟ فورم يعني شنو؟ يعني معناها شكل، اوكي؟ فاذا شكل الدوده ماخذه شكل الدوده، لذلك سميناها الزائده الدوديه، اوكي؟ واضح شباب؟ هذا معناها معنى الاورجان مالتنا اليوم اللي هو الزائده الدوديه. احنا راح ناخذ اليوم الانفلاميشن، الاكوت انفلاميشن اوف ابندكس. فانفلاميشن which result in the clinical syndrome known as acute appendicitis، يعني تعريف الاكوت appendicitis هي عباره عن انفلاميشن يصير وين؟ بالابندكس، اوكي؟ acute appendicitis is the most common cause of acute abdomen in the young adult. هنا لازم نوقف شويه. الابندكسايتس هي واحده من خلينا نقول الموست كومن، موست كومن كوز اوف اكيوت ابدومن. شنو معنى الاكيوت ابدومن شباب؟ هذا مصطلح هو راح تواجهوه بالطوارئ بالهاي، يقول لك هذا عنده اكيوت ابدومن. اجى شنو معنى الاكيوت ابدومن؟ كتبوها ويا شباب. اول شيء الاكيوت ابدومن تعريفها هي نون تروماتيك، هذه اول وحده خليها ببالنا، يعني مو واحد مضروب تروما وجاك هذا ما يعتبر اكيوت ابدومن، اوكي؟ نون تروماتيك اكيوت، احنا من نقول acute يعني معناها less than 10 days او less than 1 week، يعني اي شيء اقل العشر ايام او اقل الاسبوع هذا نسميه شنو؟ نسميه acute بالجي اي تي كله، بالجراحة العامة يعني نقصد، اوكي؟ بعدين اول شيء non-traumatic acute abdominal pain، هو abdominal pain يعني هذا الabdominal pain صار لاسبوع او صار لهسه، يعني مهم اقل الاسبوع سمينا acute non-traumatic، هاي حققت ثلاث شروط. بعد شنو؟ and usually required surgical intervention. اوكي، اذا الاربع شروط لازم يتوفرن. يعني مثلا واحد عنده دياريا، واحد عنده خلينا نقول بيبتيك ألسر، واحد عنده ابندسايتس، واحد عنده كلهن نسميهن شنو؟ نسميهن اكيوت ابدومن. اول شيء هي اكيوت، ثاني هي نون تروماتيك، اي شيء هو هذا نسميه اكيوت ابدومن. صدن اكيوت ابدومنال بين نسميه بس مو تروماتيك نسميه هذا شنو؟ نسميه اكيوت ابدومن. واضح شباب؟ فهو the most common cause of acute abdomen appendicitis، اوكي؟ صراحة تروحوا للطوارئ تشوفون ماكو ردها، يمكن ماكو يوم بالردهات الجراحية اذا تشوفون مستشفى الصدر ما بيها كيس appendicitis، مستحيل. روحوا شوفوا باي يوم. The most frequent، ها طبعا وين يصير اكثر شيء؟ باليونج ادلت، هذا لازم نخلي جواها خط. اليونج ادلت يعني من يجيني طفل راح شنو؟ راح يختلف عند الدايجنوسيس، ممكن يعني مو هو the most common cause of acute abdomen. بالOld Age مو هو the most common cause of acute abdomen، أوكي؟ زين. The most frequently performed urgent abdominal operation، أكثر operation هي يعني خلينا نقول يشتغلوها، حتى المقيمين يشتغلوها، يعني بداية الطلاب البورد الجراحة يشتغلون بالبداية appendicitis ينطوهم، أوكي؟ And it's often the first major procedure performed in the surgeon in training. شوفوا هاي بالtraining يعني أثناء فترة البورد وهاي يطوهم appendicitis، لأن هي سهلة وتشخيصها سهل وحلوة، أوكي؟ زين. هنا الخط الأحمر، هذا هو خط أحمر، لازم خط أحمر نخليها بالخط الأحمر. The diagnosis of appendicitis remain essentially clinical. هذا كلش مهم المعلومة شباب، يعني السونار واحدة ما راح يشخص لك، السيتي واحدة ما راح يشخص لك، لازم clinical. يعني شنو لازم clinical؟ clinical اللي هو examination and history، history and examination، يعني بين قوسين ساين وسمتم تأخذهن وتفحص المريض.
راح على ضوءها 90% من تشخيصك يعتمد على الكلينيكال، انت فحصك لهذا. يعني تفتح بطن المريض على الفحص مالتك انت شباب، يعني ما تحتاج سونار وما تحتاج شنو، ما تحتاج سيتي. شو وقت نحتاج السونار والسيتي؟ بعدين نحتاج اذكر لكم اياها بالمحاضره. اوكي شباب، فالابندكس فهمناها هو عباره عن اكيوت انفلاميشن اوف ذا ابندكس، من اكيوت ابندسايتس. ابندسايتس هي عباره عن خلينا نقول الابندكس العفو هي عباره عن شكل الدوده زائده دوديه نسميها. اوكي هي اكثر عمليه يشتغلوها الجراحين، وهي اكثر عمليه العفو الموست كومن كوز اوف اكيوت ابدومن باليونج ادلت. لازم هنا نحدد تشخيص مالتك كلينيكال. اوكي سؤال مفتوح open question، شنو هي البنفيت اوف ابندكس؟ شنو فائده الابندكس؟ اوكي هذا صراحه نجاوب بالسلايد الجاي. فائده الابندكس شباب، بس بعض الناس يقول لك هي زائده وما بيها خلينا نقول ما بيها فائده يعني، بس لا بالحقيقه هم انه اكتشفوا انه بعض الدراسات يعني ثيوري اكو خلينا نقول بيها فائده. شنو هي الفائده؟ هسه راح نحكيها. The appendix is the little one ended tube، فتشي صغيره وهي تشي وended tube يعني من نهايه بي. اوكي that is attached to the cecum through the large intestine. هذا السيكم تعرفوه شباب، هذا وهذا هي الابندكس. شوف شلون متصله بي، هذا هي الابندكس. اوكي sometimes it's called vermiform appendix where the vermiform mean worm shape، يعني شكل الدوده. little worm like structure function is actually unknown. قلت لكم هو يعني كوظيفة رئيسية ما يعرفون شنو وظيفتها، بس اكو ثيوري so some theory suggest it might be safe house، يعني خلينا نقول فتح حاضنة للليمفاتيك تيشيو. اكثر شيء الليمفاتيك تيشيو خلينا نقول اللي هو نسميه الليمفويد اسوشيتد جالت تيشيو مالت وجالت، هذا اللي بعدين نحكيه هسه مو مهمات. lymphatic and immune system. ونفس الوقت شافوا انه الابندكس الميوكوزا مالتها تطلع IgA. هذا IgA هذا عبارة عن immunoglobulin. وين موجود شباب؟ موجود بالميوكوزا مالت GIT. شافوا المصدر مالتها ممكن من الابندكس. اوكي بس البعض الاخر اعترض قال انا هذا من اسوي الابندسايتس الليفل مالت IgA ما راح يقل، اذا معناها هي مو السبب الرئيسي فمو كلش مهمه. واضح؟ فقلت لكم هي ثيوري اخوان. بعد فيستيجر، فتشي فيستيجر يعني شنو؟ فتشي رودمنتري، فتشي خلينا نقول يعني كان قبل يشتغل وهسه انتفت الحاجه الى نسميه فيستيجر، يعني فتشي مو مهم. يعني خلينا نقول شلون واحد من يسوي يبني بيت واكو فتشي شين هيك يطلع من الدامن هاي من الاساس يطلع، هذا نسميه فيستيجر، يعني فتشي زايد اثناء البناء او زاد. هذه الابندكس يقولون هم باثناء الامبريولوجيكال لايف ادت مهمتها وبعدين صارت رودمنتري فتشي زايد. شلون الفيل مال كانوا يقولون انه هذا الانسان عنده فيل وهيك شيء صار بعدين قصر شويه وراح هيك، يعني في الثيوري يعني لدوا خربكم بيها اخوان. اوكي هذه هي الفائده من الابندكس. اوكي هنا بس اريد اعرج لكم على شغله بالسلايد الجاي راح نحكيها وراح اقول لكم ارجعوا هذا السلايد اللي هو هذا. جاي تشوفون الجي اي تي عباره عن شنو؟ عباره عن ميوكوزا اول ليفل، هذه ميوكوزا وراها سبب ميوكوزا وراها ماسكولار. الماسكولار لاير هي عباره عن اثنين جزئين، الجزء الداخلي هذا اللي جوه اللي بالداخل هذا يسموه شنو؟ انر سيركولار صارت سيركولار سيركل هيك دوائر ترتيب المصل يعني مالتهن. الاوتر تكون لونجيتيودنال هيك بالطول، هذان اللونجيتيودنال التحدن فتشي صار يمشي على طول خط من برا، يعني من برا شلون جاي اشوف هذه على طول خط هذا الكولون اللي هو سميناها تينيا كولاي. تينيا كولاي امتداد التينيا هاي شنو فائده التينيا كولاي؟ هي بها هواي فوائد كستراكشرال خلينا نقول تفيد السبورت للشكل مات الانتستين، وطبعا هذا اللي بالعرض هيش من هذا نسميه الهوستري بالعربي اكتبها. اوكي المهم هسه بدكم تحفظون هذه هوستري، هذه شنو؟ تينيا كولاي. تينيا كولاي شباب عباره عن مصل اوتر لاير اوف لونجيتيودنال مصل، التحدن من برا صار فد شيء خط هيك لازم لي الوول مات الانتستين. شنو فائدته هنا؟ فائدته شباب شو سوانا اثناء العمليه؟ هسه راح نفتح احنا ان شاء الله لكم هم الصور، راح نفتح الابندكس
مرات تضيع الابندكس صايره جوا، لان الابندكس بها هو اناتوميكال فاريشن، يعني تختلف ساعه تروح اكو انسان منا بالبيرفكت نازله، اكو انسان ريتروسيكل، اكو ناس باراسيكل، المهم هو بها اماكن، فمرات يدوخ بها الجراح شو يسوي، شلون يندلها بالعمليه، العمليه كلها دمايه وشي، شو يسوي، يروح على التينيا كولاي هذه يتحسسها، يتحسسها نهايه التينيا كولاي هي الابندكس، اوكي، فتعتبر فد جايد المال السيرجن. اوكي هسه نجي للاناتوم يا اخوان، اناتوم مو هيستولوجي، انا خليكم هنا، هي عباره عن بلايند، قلنا فتشي الى نهايه يعني منتهي هيك، اوكي. البيز مالتها هي البيز، هذا البيز من هنا، البيز اللي هو ارتباطها بالسيكم، يعني هذا البيز نسميه، اوكي، هذا البيز، القاعده مالتها، القاعده بها شنو قلنا، بها التينيا كولاي، هذه التينيا كولاي ابتداءها التينيا كولاي، هذه التينيا كولاي. الابندكس السبلاي مالتها مميز يسموه end artery، يعني شنو end artery، يعني artery هو نهاية artery، artery منتهي، ما بي anastomosis منا ومنا، سمي end artery، هذا بيش راح تفيدنا هسه راح نحكيها بعدين، اوكي. الطول مالتها بالعادة من 7.5 الى 10 سنتيم، هاي تفيدنا وين، تفيدنا بالسونار، نرد نشيك بالهذا بالسونار، لازم نعرف الابعاد مالتها. الميوكس ممبرين مالتها اللي بالداخل، يعني هي على هذا الجي اي تي لاين بايكولومنر ابيثيليوم انتستينال ميوكوزا نفسها of colonic type crypt are present. الكريبت هذني شباب، اذا راح ناخذ مقطع عرضي نقص الانتستين هيك بالعرض ونشوفها من فوق، راح نشوفها هيك صايره، هذا دويره منها هيك، وهذا الكريبت نسميها كريبت، يعني اخاديد، وهذا من هنا النزلات، يعني علوه ونزله هيك، علوه ونزله، اوكي. هذا الكريبت اللي هو الاخدود، هذا الجو، الجو شنو اكو بيه، خلايا مميزه نسميها ارجنتافين سيل، ارجنتافين سيل، الارجنتا جاي من كلمه فضه، ليش، لانه تاخذ صبغه الفضه من نريد نصبغها، اوكي. هذا الخلايا شوفوا ان ذا بيس اوف ذا كريبت، يعني هنا جوا هنا اكو شنو، الارجنتافين سيل، هذا شنو، هاي السيل اللي هي تؤدي وظيفه هرمونيه شباب، بالعاده اكو تيومر، نوع من انواع التيومر نسميه كارسينويد تيومر، راح ناخذه بالمحاضره الجايه ان شاء الله. هذا الكارسينويد تيومر به هواي اماكن يطلع بيها، بس الموست كومن سايت يطلع بيها، يطلع من الارجنتافين سيل اللي هي وين موجوده، موجوده بالابندكس، اوكي. زين، اذا صار هذا الكارسينويد تيومر بالابندكس راح نسميه شنو، راح نصنفه من ضمن انواع التيومر اللي هي ارايز فروم ابندكس، اللي راح ناخذها ان شاء الله المحاضره الجايه. واضح شباب، الكارسينويد تيومر هم بالليفر ممكن يطلع، ممكن يطلع بالركتام، وهذا الاماكن مالته، فتفتهموا ليها وتحفظوا ليها. هذا الارجنتافين سيل هي عباره عن نيورو اندوكراين سيل، تطلع لي هرمونز وكنيورو تشتغل بالجي اي تي، وين مكانها موجود الارجنتافين سيل، وين، بالبيس مال الكريبت مال الابندكس، اوكي. هذه هي الكريبت، تشوفوها هنا بداخلها اكو الارجنتافين سيل، واضح اخواني، فهمناها. هذا السلايد شباب كلش مهم، اللي راح احكي بيه حكي هوايه على البلد سبلاي اوف جي اي تي. احنا هسه احنا هو الهدف من هذا السلايد انه نعرف الابنديكولار ارتري مين جاي، حتى نعرف انه هذا اثناء السيرجري تابع ليا ارتري، حتى اعرف عزله، حتى اعرف اسوي له لايجيشن، اوكي. لانه احنا اذا شلنا الابندكس لازم الارتري اللي وياها اللي هو هذا، جاي شوفون شلون لاطش بيها، ارتري لاطش بيها هذا، لازم ينعقد، اوكي، فلازم نعرف الاناتومي مالته، واضح. راح نعرف اول شيء، احنا راح عشان ارجع لكم اياها من البدايه، اول شيء عباره عن شنو عندنا، عباره عن ابدومينال ايورتا، ايورتا الابدومينال ايورتا يوصل، شباب رجاء رسموهم ذني وياي والله، الابدومينال ايورتا بالنص يوصل للليفل مال الفيرتبرا رقم ال 1 يسموها، اللي هو ترانس بايلوريك بلين نسميه، ينطي برانش، هذا برانش ينطي اللي هو شو نسميه، نسميه سيلياك ترانك، سيلياك ترانك، هذا شيء يغذي لي، يغذي العفو الفورغات، نسميها الفورغات، يعني شنو الفورغات، الفورغات والميد غات والهايند غات، هسه هم راح نحكي شوي بعد اخوان، هذه المواضيع شوي راد تركز بيها. من نقول كلمه فورغات معناها اثناء الامبريولوجيكال لايف، اثناء ما تكون الجي اي تي تقسم الى ثلاث خانات، كل خانه صارت تعطينا مجموعه من الاورغان، اوكي. الفورغات بدت من فوق من
lower part of esophagus, the stomach, the pancreas, the gallbladder, and the spleen. Then the upper organ نسميهم. Then تحت عنوان شنو نسميهم؟ تحت عنوان the four gut. إخوان. During embryological life. فهذا السيليك ترانكي غذي ليان كليتهم. انتهينا من عدة. نزلنا الدور جوا. جواب ليفل واحد بالليفل of L2. إيش راح ينطيني؟ راح يعطيني يسموه superior. Superior هذا يعني. Superior mesenteric artery. هذا الابدومينال ايورتا سوبيريور مزنترك ارتري. طال السوبيريور مزنترك ارتري السوبيريور مزنترك ارتري راح يغذي لي الاورغان اللي طالع من مين؟ اللي طالع من الميد جات. فور جات يعني عالي الفور جات العلويه، والميد جات والهايند جات اللي هو اخر وحده. الميد جات يغذي لي اياها سوبيريور مزنترك ارتري. سوبيريور مزنترك ارتري طبرانشات هواي اللي هو طبعا الميد جات مين تبدا تبدا من الدودنم لحد التو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. كلها هذه سبلاي باي شنو يعني؟ شنو يعني؟ الفيرست بارت اوف دودنم، سكند بارت، الثيرد بارت، الفورث بارت، والجوجنم والاليوم والاسندنج بارت، اسندنج بارت اوف ترانسفيرس كولون، والابندكس. الابندكس موضوعنا اليوم. وتو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون، تو ثيرد من عده. اوكي البقيه المن؟ البقيه للانفيرير مزنتريك ارتري. جواهن من هنا هم ما تطلع فد ارتري سمي انفيرير مزنتريك ارتري. هذا السوبيرير مزنتريك ارتري عرفناه. الانفيرير مزنتريك ارتري يغذي لي الون ثيرد اللي باقي من الترانسفيرس كولون والديسندنج كولون والسيجمويد والركتم. اوكي هسه احنا مو هذا الموضوع، موضوعنا هذا اليوم سوبيرير مزنتريك ارتري. شوفوا يطهوا برانشات. ليش قلنا هو يغذي الاليوم ويغذي الجوجنم ويغذي الدودنم؟ شوفوا يط جوجنال ارتري، يط اليال ارتري. اوكي بعدين لمن يروح؟ يروح يغذي لي السيكم عن طريق اثنين برانشات نسميه انتيرير سيكال ارتري يعني قدام السيكم، وكو بوستيرير سيكال ارتري ورا السيكم. اوكي وبعد شنو يعطيني الابندكولار ارتري هذا الصغيروني. اوكي هاجي شوفوا اللي هو هذا، هذا من السوبيرير مزنتريك ارتري. طبعا الاليوكوليك ارتري، الاليوكوليك ارتري يعني معناها اليوكوليك يعني الاليوم يغذي ويغذي بدايه الكولون اللي هو ياها هو السيكم. السيكم يعطينا من عدة دور، الانتيرير وانتيرير سيكال ارتري وبوستيرير سيكال ارتري، وهم ما وياهن شنو الامنديكولار ارتري. اذا جاي يشوفون هذا الارتري نسميه اند ارتري يعني ارتري ما بي انستيموسس. يعني بمعنى الاخر اذا صار بي كومبرمايز يعني اجى واحد قطعه او اجى واحد جعصه بعد ما كبلت سبلاي راح تموت الابندكس تصير بها جنجرين. واضح نسميه اند ارتري. فهمناها اخواني؟ واضحه؟ لو دختوا على كيفكم رتبوها. ابدومينال ايورتا سيليك ترانك اول واحد يغذي لي ذن الاورجان الفوق، الدور سوبيريور مزنتريك ارتري يغذي لي الاورجان اللي بالنص، والانفيرير مزنتريك ارتري يغذي لي الاورجان اللي بالاخير. اوكي هذا هو بلاد سبلاي مال الجي اي تي. حكيت لكم من ساعه على اللي هو اللونجيتيودينال المصل، تذكرون من حكيناها قلنا اللي صايره هيك هيك هيك، هذا المجموع حنسميه سميتينيا كلها هذه. اوكي هذه كلها نسميها هوستري لانه انفصلت بالعرض، هم ما تنفصلت عن طريق الابندكس ابيبلوكاي نسميهن. هذا اللي منها بالعرض نسميهن ابندكس ابيبلوكاي. اوكي عباره عن فات يعني مال مزنتري، ومنها بالطول تقسمت فصارن خانات، هذا الخانات سميناها هوستري. اوكي فهمناها شباب. واحده من اهم المعضلات بالابندكس اللي هي الاناتوميكال فاريشن اللي يصير بيها. يعني شنو anatomical variation؟ يعني ناس يصير عندهم retrocecal اللي هو most common 74%. retrocecal يعني شنو؟ يعني خلف السيكم، يعني الابندكس مفتر خلف السيكم وهذه تواجه بها صعوبة بالتشخيص مالتها. هذه واحدة. paracecal أو خل نجي للsecond most common اللي هي البيلفيك. هذه وين ناس؟ هذه نازلة بالبيلفس. بالعادة وين رايحة؟ هذا الركتم، هذا الركتم مالتنا هي طاخه بالركتم، طخ بالركتم، ولذلك مرات تسوي الروتيشن فيصير عند البيشن دياريا، يجينا دياريا. الحقيقه هي يعني مو وحده من الساينس سيمتوم مالته انه ماكو لا دياريا ولا كونستيبيشن، يعني ما لها دخل الباول هابت بالابندسايتس. بس في حاله البيلفيك ابندسايتس اللي هي 21% ممكن يصير عند المريض شنو؟ يصير عنده ممكن دياريا يجينا، ايرلي دياريا. واضح اخوان؟ فهمناها؟ فاذا الموست كومن هي ريتروسيكل يعني خلف السيكم، سكند موست كومن خاف يجيب الام سي كيو اللي هي البلفيك تايب 21%. اللي بعدها اللي هي الباراسيكل يعني صايره ويا السيكل، بارا يعني محاذيه له. اوكي بوست اليال يعني هذا الاليوم، الاليوم مو يجي متصل بالسيكم. اكو بوست يعني ورا ورا الاليوم، واكو بري اليال. شوفوا البري اليال يعني قبل الاليال يعني قدامه صايره، هذه بوست ورا مخططه.
اوكي هذه نص وهذه 1%. وسب سيكل يعني جوا السيكم بالضبط ما راح للبيلفس هنا سب سيكل 1.5. اوكي هذين نحفظهم النسب شباب خاف يجينا ام سي كيو واضح، ونعرف انه دائما الريترو سيكل هو الموست كومن. طبعا ها هذه معلومه مهمه كلش مهمه سجلوها، ما ادري مكتوبه يمكن ما ادري الاناتوميكال فاريشن مات الابندكس يعطيني ديفرنت برزنتيشن، يعني كل واحد يعطيني ديفرنت برزنتيشن. واضح شباب؟ هسه نجي اخوان لاكيوت ابندسايتس كابيديميولوجي يعني ريلاتيفلي رير انفانت، شوفوا قليل بالانفانت يعني ريتشينج بيك انسيدنس ان ذا تينز اند ايرلي 20s. اوكي يعني بالعاده هي بالادلت، بالادلت. هسه انت راح تقولون هاي بيش راح تفيدنا؟ بالعكس هاي اخوان كلش راح تفيدكم بالاساي، حتى من يجيك بيشنت بالطوارئ اذا راح تشوفون من يجيك اولد ايج مستحيل راح تفكر بالابندكس، قليل جدا جدا ما عدا حالات هسه راح نعرفها. بالعاده بهيج اعمار تخاف من الابندكس، لازم تفحص اي مريض يجيك عنده ابدومينال بين بهيج عمر. اوكي the teenagers and young adults the female ratio increase to 3 to 1. اوكي الميل تو فيميل بالعاده هي اكثر شيء بالميل تصير. اوكي as much as 10% of population develops it is the most common surgical emergency of the abdomen. هاي اتفقنا عليها. etiology no identifying hypothesis، يعني ليش جاي يصير هذه الابندكس بهيج اعمار بهيج ما جاي يعرفون، مجرد انه هي كل ثيوري. بالعادة يعني theory لكنه decrease dietary fiber and increase consumption of refined carbohydrate may be important. يعني ذول اللي الفايبرز من يأكلون عرفون الفايبرز تساعد بعملية الهضم شباب، فبالعادة إذا صار عندك decrease بالdietary fibers ممكن أنت يعني تكون at risk of development of appendicitis. ليش؟ لأنه الأكل مالتك راح يصير يعني خلينا نقول راح يحثر بالintestine ترى راح يسوي obstruction. طبعا هو الموست كومن كوز للابندسايتس هو الاوبستراكشن، هسه راح ناخذه بالسلايد الجاي يعني سد الاوبستراكشن للبيز مالتها، يعني هذا السيكم منها طالع على الابندكس او لا مو هيك نرسمها هيك افضل، هذه منها الابندكس طالعه هذه الابندكس مالتنا، فاذا اجى فود هنا تجمع بهذه المنطقه سوى اوبستراكشن سوى عدي ابندسايتس، هسه راح ناخذ بعض الفسيولوجي. فاذا قل الدايتري فايبر الاكل ما راح ينهضم راح يبقى يحثل بهذه المنطقه فيسوي لنا عندنا ريسك مال ابندسايتس. زين improve hygiene and change in the pattern of childhood gastrointestinal infection related to the decrease use of antibiotic may be responsible. طبعا قلنا ال pattern of childhood gastrointestinal infection related to increase use of antibiotic may be responsible. use of antibiotic هم ما راح يسوي disturbance بالnormal flora اللي موجوده وهاي اخذناها تذكرون بالمحاضرات مالتنا، من قلنا اللي ياخذون هواي انتبايتك صار عندهم ديستربنس بالنورمال فلورا ممكن هم ما ترسبونسبل، شافوا وجه ثيوري يعني امكس جروث اوف ايروبيك اورجانيزم از يوزوالي كوز اكيوت كاتارال نون اوبستراكتيف ابندسايتس اند اكيوت اوبستراكتيف ابندسايتس. يعني اقول لك بشكل عام الابندسايتس الكوز مالتها اما هو اوبستراكشن اما نون اوبستراكتيف. اوكي الاوبستراكتيف اللي هو الموست كومن كوز. اوكي يعني شنو obstructive؟ يعني يسموه luminal obstruction، يعني اللومن داخل اللومن قلنا من ساعة رسمناها هذه هي الابندكس من ناس أجاني في الشيء سدال الابندكس. أوكي شلون هذه جاي شوفوها هذه هنسميها شو اسمه في كوليث. أوكي يعني part of heart stool سدلي الابندكس. أوكي luminal obstruction is the dominant cause factor for an acute appendicitis اللي هو في كوليث بالعادة لمفويد تيشو هايبرتروفي. مرات لا هذه المنطقة هذا طبعا هذا التيب هذا البيز هنا لمفويد تيشو يكبر يصير بهايبرتروفي يسوي الاوبستراكشن. اوكي مو ماكو اوبستراكشن او اوبستراكتد باي تيومر. اوكي مثال عليه سيكل ماس، يعني شنو هاي كلش مهمة، هذا السيكم وهاي الابندكس هنا اكو سيكل ماس جروث ماس تيومر شو راح يسوي بالمحصل راح يكبر يصير لهذه الفتحة سواء obstruction. لذلك السيكل ماس وين يصير شباب؟ يصير بالكبار. فإذا أجاني واحد كبير بالعمر وعنده ساين سيمتوم مال appendicitis you should exclude سيكل ماس. أوكي especially خاصة إذا وياها أنيميا. واضح؟ لأنه السيكل ماس هذه تسوي لنا أنيميا بالعادة لأنه هذا ulcerative type فتسوي bleeding شوية فهو ما يحس يسموه iron deficiency أنيميا وجاك appendicitis و old age you should exclude سيكل ماس. اوكي ليش؟ لانه الابندسايتس بالاولد ايج مو كلش كمان الا اذا كان وياها سيكل ماس. اوكي
تيومر قلنا مثلا سيكل ماس فيجيتابل فروت سيد اند انتستينال باراسايت. تذكرون اخذنا انتستينال باراسايت من قلنا الاسكارز وهذين الاشياء اللي هي تكون تقريبا طولها 20 متر من قد بطن. هذا ممكن تروح تسوي لي ابنديسايت تسد اللومن، يعني تحط البيوض هنا وتسد اللومن وتوقف لي تسوي لي اوبستراكشن. بقت عندنا الفيجيتابل اند فروت سيد. شباب تذكرون او يمكن سامعين او ما سامعين يقول لك هذا دائما ياكل حبورد الشمس وصار عنده شو اسمه ابنديسايتس. هي هاي المعلومه نوعا ما صحيحه، او اللي ياكلون الفواكه هي والنوم مالتها نوعا ما صحيحه. ليش؟ لانه هذه الفواكه ما راح تنهضم، تروح ممكن على هذا اللومن يسد لي اسوي ابنديسايتس. ممكن هاي الثيوري يعني. فالمحصله شباب، المحصله الموست كومن كوز اوف ابنديسايتس از اوبستراكشن. الموست كومن كوز اوف اوبستراكشن از فيكوليس. هاي اول وحده. اوكي، من بعدها جن الليمفويد هايبرتروفي والتيومر والنسوره. The frequency of obstruction rises the severity of the inflammatory process. كل ما زاد يعني صار obstruction، بعدين راح الobstruction، راحت الساين والسيمتوم مال الانفلاميشن، دور رجعت الobstruction. كل ما ترجع كل ما تزداد السيفيريتي مالتين الانفلاميشن. واضح شباب؟ الباثوفيسيولوجي شلون جاي يصير الاكيوت ابنديسايتس؟ انا افضل اشرحها بالسلايد الجاي، راح تفتهموها اكثر من هذا الحكي. لذلك انا هذا السلايد راح اعوفه وراح احكي لكم اياه وين بالسلايد الجاي، لان هو عباره عن مخطط افضل لكم من هذا الحكي السرد اللي ما له داعي. اوكي، هذا السلايد اللي هو كلش مهم. شوفوا شباب، هذا الابندكس، طبعا هذا وياه الارتري جاي شوفوا ابندكولار ارتري، وهذا يسموه الميزو ابندكس. الميزو ابندكس هو حاله مزنتري، حاله من حال المزنتري مال الجي اي تي. المزنتري هو عباره عن فتشي يلزم ال خلينا نقول ال الجي اي تي سيستم من ورا هيك لازم حتى خليه باقي، والا الترانسفيرس كورنر ليش هيك باقي صاير فوق؟ ليش ما يهدل ينزل؟ لان فتشي لازم من فوق من ورا. فكل كل جزء بالجي اي تي هو ملزوم من فجهه، نسميها هذا مزنتري. المزنتري يسمى حسب المكان، فهذا نسميه ميزو ابندكس اللي لونه اصفر. بداخله طبعا شنو فائده هذا الميزو ابندكس؟ يمشي بين النيرف ويمشي بالارتري حمايه له. فالارتري وين موجود؟ اللي هو الابندكولار ارتري موجود بالميزو ابندكس اللي هي نوايا لاتشات ويا الابندكس. هاي الابندكس اجت تجين هنا، هذه اوبستراكشن صار. الاوبستراكشن عباره عن فيكوليث قلنا، ف هارد ستول سد لي هذا اللي هو موست كومن، سد لي المكان هذا. شو راح يصير؟ الجي اي تي الميوكوزا مالت هاي بداخل الاستومك، هذه دائما هي سكريت طلع ميوكوس ميوكوس ميوكوس، يصير بيو حتى يسووش للجي اي تي. فكل الجي اي تي هو طلع ميوكوس، هذه نورمال. اذا اكو شيء مسدود بالنانه من فوق راح يطلع ميوكوس ميوكوس ميوكوس، بس ما اكو شيء يسوي له درينج يطلع لي برا. فراح شو يصير بها؟ راح تكبر. من راح تكبر راح يسوي ضغط على الوول مال الارتري مال الابندكس. يعني مو هذا الوول مال الابندكس، هذا هو الارتري من هنا. الوول راح يجعص الارتري، من راح يجعص راح يسوي راح يسوي كومبرمايز، راح يسوي كومبرمايز، راح يقلل البلاد سبلاي بالمنطقه. فاذا شوفوا بروكسيمال ابنديكولار اوبستراكشن، هذه البروكسيمال ايش راح يسوي؟ راح الميوكوس بعد ماكو بيدرنج راح يصير ابنديكولار ديستنشن، تكبر. من تكبر ايش راح يسوي؟ راح تجعص الوول مال الجدار مالتها، راح ينجعص الارتري. اول شيء اللي ينجعص اللي هو الفين. ليش الفين؟ الفين المصل مالته قليله وهو كومبرسبل. اول شيء الفين، بعدين وراها الارتري. امبير بلاد سبلاي بعد ماكو بلاد سبلاي، واذا قل البلاد سبلاي للوول ايش راح يصير بالوول؟ راح يصير ميوكوزال السريشن وذ اكستنشن اوف انفلاماتوري بروسس. يعني بعد ماكو بلاد سبلاي للوول راح يصير بالسر. اوكي، شلون جاي تشوفون هاي الصوره شلون حمار صايره وديستندد كبيره كلش. اوكي، بالتالي تحقق مصطلح الاكيوت ابنديسايتس. الاكيوت ابنديسايتس بها فيد يعني المحصله ايش راح يصير؟ المحصله يا اما هذه الفيكوليث تندفع whatever the cause، تندفع يروح الاوبستراكشن. من راح الاوبستراكشن رجعت الامور طبيعيه ورجع البلاد سبلاي وهاي، فصار ريزوليوشن. يعني هاي من وحده، اما احنا عمليا ندخل نوخر الفيكوليث ونشيلها. اوكي، يعني نشيل الابندكس وياها. هذا هو الفيد الاول ريزوليوشن، اما احنا نسوي اما هو من رب العالمين وحده هذه الفيكوليث تروح. اذا عفناها ما سويناها ريزوليوشن، يعني ما سويناها عمليه، ممكن تتحول الى ميوكوسين. شنو يعني ميوكوسين؟ يعني راح يصير هالمنطقه كلها عباره عن ميوكوس بس ميوكوسين هي كبيره اللي هي اهم انديكيشن اوف سيرجري. اوكي، النقطه الثالثه اذا ما عالجناها الارتري هذا بعد كلش ينقفل، بعد ما يطلع قطره دم للابندكس للوول مالتها ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها جنجرين،
واذا صار بها جنجرين الوول مالتها مثل الحائط شو اسمه بس تقول ايش اندفع فالوول راح ينفتح راح يصير شنو بيرفوريشن بلس ماينس بيرفوريشن اوكي من صار بيرفوريشن بيرفوريشن هما بي نوعين شغلتين اما يصير يطلع البص لبرا الابدومن ويصير جنرالايز بيريتونايتس كل الابدومن يصير بها بيريتونايتس اوكي اللي هو انفلاميشن اوف بيريتونيوم اللي هو يغلف الغلاف الداخلي والخارجي مات الابدومن اما لا يصير فتحه بينفتح تطلع كميه قليله من البص نسميها لوكالايز ابسس ابسس يصير داير مدار المكان ليش هذا يصير بلوكالايزيشن تجي الاومنتوم هذا الاومنتوم اللي حشين عليها اللي هو يسموها البوليسمان اوف ابدومن هذا شنو وظيفتها وين ماكو فت انجري فت مكان تروح تغطيه مثل البطانيه تغطي المكان فتجي هنا مو طلع شويه باص ابسس جت هذه غطتها الاومنتوم لوكالايزيشن سوت له طبعا اذا فشلت الاومنتوم انا استوى لوكالايزيشن راح يصير الفيت الثاني لو جنرالايز بيرتونايتس ما سيطرنا عليه صار جنرالايز اوكي فبالبدايه اذا سيطرنا عليه عن طريق الاومنتوم ايش راح يسوي لي راح يسوي لي ابنديكولار ماس فشيء كبير هيك جغده في هذه المنطقه اوكي بلس ماينس ابسس واضح شباب هذا هو الفيت مات الابنديسايتس ايش راح يصير اما احنا نعالجها ريزوليوشن او هي من رب العالمين تروح هذه الفيكوليث اما تتحول ميوكوسين اما لا تتحول الى جنجرين والجنجرين يصير بيرفوريشن بيرفوريشن بنوعين نوع لوكالايزيشن يصير بلوكالايزيشن باي شنو باي اومنتوم النوع الثاني جنرالايز يعني ما سيطرنا عليه بحيث انتشر البص بكل المكان سواء جنرالايز بيريتونايتس واضح شبابنا فهمناها هذه ضروره تفهموها اتفقنا بدايه المحاضره قلنا دايجنوستس اوف ابنديسايتس is a clinical diagnosis شنو معنى clinical history examination history examination اوكي يعني شنو history examination يعني ساين وسيمتوم بين قوسين اوكي من نقول symptom of appendicitis نحكي عن ثلاث three symptom لا رابع لهما three symptom بس هذين الثلاثه تحفظوا لي اياهم بالappendicitis abdominal pain اللي هو نوعيته وين بالرايت اليك فوسة عفوا رايت اليك فوسة بالاناتومي ماخذيها المفروض ابدومينال بين هذا اول وحده وهسه راح نحكي على ابدومينال بين شنو نوعيته شنو بس المهم تحضروا لي ثلاثه انوركسيا النوع الثاني انوركسيا يعني ما يشتهي ياكل النوع الثالث فوميتنج ثلاثه شوفوا هذا الهرم يسموه تريد اوف ابندسايتس هذا ينحفظ شباب ينحفظ هذا اوكي هسه راح نجي نحكي على الوحده وحده نحكي عليها اوكي الفكره من هذا التريت الثلاثي المرح لازم اكو سيكونس بي يعني شنو سيكونس يعني انا 95% من المرضى لازم الانوركسيا هي الفيرست سيمتوم تبدا تطلع يعني شلون عمي انت قلت لي عندك ابدومينال بين وعندك فوميتنج وعندك نوزيا مني اول وحده بدت والله عمي بدت اول وحده النوزيا شوي بديت ما اشتهي اول شيء فاول الانوركسيا العفو اللي هو الانوركسيا اول وحده الانوركسيا المفروض تبدي اوكي فولود باي ابدومينال بين وراها الم ببطني وراها and later followed by vomiting if vomiting occur اذا صار vomiting يعني vomiting فشي مو مهم اخر واحد اوكي if vomiting شوف هالمعلومه المهمه الثانيه if محاضره ترى مليانه معلومات مهمه اخوان if vomiting precedes the onset of pain the diagnosis of appendicitis should be questioned شوف هنا ايش قد مهمه السيكونس لازم اول وحده عندي انوركسيا بعدين وراها abdominal pain بعدين وراها vomiting اذا vomiting سبقهن you should ما اقول لك اكسكلود الابنديسايتس بس خلي الابنديسايتس اخر شيء ليش بالعاده هذه ميديكال كوز دائما الفوميتنج اذا بدا قبل الابدومينال بين معناه هذا ميديكال كوز يعني لو دي كي اي لو غاسترو انترايتس يعني مو سيرجيكال فهمناها شباب اذا الابدومينال بين بدا اول شيء بعدين الفوميتنج افكر بسيرجيكال كوز دائما خلوها هاي باركم المعلومه سيرجيكال كوز يعني شنو يعني ممكن تستنر ابستراكشن ممكن شو اسمه ابنديسايتس ممكن كوليسيستايتس دائما هذين اخذوهن قاعده عندكم فوميتنج اخر شيء بالسيرجيكال كوز واضح نجي هسه اول سيمتوم اللي هي راح نحكي قلنا شوي عليهم كلياتهم طبعا هذين السلايدات كلها انا ضايفهن لكم هذين ما موجودات اوكي طبعا ضايفهن من التكست بوك مالتكم اللي هو البيلي اند لافز اوكي انوركسيا اللي هو واحد ما يشتهي شلون سايبنا يجيب لكن ما يشتهي nearly always present شوفوا قد مهمه كلش مهمه الانوركسيا diagnosis شوفوا لدرجه انه diagnosis should be questioned if anorexia is absent يعني
يعني راح يقودنا هذا الحشي إلمن للهمبرجر ساين. سواحد قال شنو تحشش علينا دكتور؟ هي فعلا اسمها همبرجر ساين، اقروها همبرجر ساين. هذا شنو؟ هذا فد عالم قال يا بي الانوركسيا لازم موجودة الانوركسيا بالابندسايتس، وإلا إذا ماكو إذا واحد يشتهي المريض يأكل الابندسايتس should be question، يعني فكر بغير شغلة، يعني ممكن مو داي مو ابندسايتس هذا لهالدرجة أنه الانوركسيا مهمة عندنا. أوكي قال خلينا نجرب مثلا نروح نسوي في الدراسة على ذول المرضى، يا هو المرضى اللي suspected ابندسايتس نروح نعطيه لفة لفة مال همبرجر، هم ناقلهم همبرجر، إحنا عندنا فلافل أكثر شيء. أوكي ف جابوا لفات، قال لها تشتهي تاكل؟ قال لا ما اشتهي. يا بنت الثاني تشتهي تاكل؟ مش صارت سميناها همبرجر ساين. فانت انا شو تقول له مريض عندك؟ تقول له يا ابو هسه اذا اجيب لك لفه عمو حبيبي، اذا اجيب لك لفه هسه ما فهم الهمبرجر لفه فلافل، انت شو تحب يا لفه؟ راح اقول لك همبرجر لفه قص. اذا اجيب لك لفه قص عمو تاكلها؟ لو ما تشتهي تاكل؟ راح اقول لك والله ما اشتهي. اذا هذه 90% هذه ابندكس. طبعا كل 100 هذه بقيه الشغلات ها. اوكي بس قلنا خلينا نحكي شوي شوي على على كل وحده. فالانوركسيا كلش مهمه وهي اول سنتم تبدا تطلع، واضح؟ الفوميتينج، الفوميتينج طبعا قلنا هو ممكن ما موجود الفوميتينج مو شرط. ديسبايت ذات اباوت 75% اوف بيشنت وذ ابندسايتس فوميت، يقول 75% هم فوميت، ات از نايدر برومينت نور برولونج، يعني حتى اذا صارت الفوميتينج تقيه راح يتقيه مره واحده او مو كلش ما يتقيه. موست اوف ذم فوميت وانس اور توايس. اوكي يعني الفوميتينج از موست كمان ان تشيلدرن، بالعادة تشيلدرن يساعدهم فوميتينج. واضح اخوان؟ هسه عرضنا الانوركسيا والفوميتينج، هسه راح نجي في الحكي الهواي بالابدومينال بين. شباب الابدومينال بين احنا اتفقنا انه عندنا ثلاثي مرح بالابندسايتس، انوركسيا بين ابدومينال بين والفوميتينج. اهم واحد بهن هو الكاردينال سيمتوم نسميه الابدومينال بين، هذا لازم موجود. اوكي كلاسيكالي ذا بين انيشيالي فيك، ما يقدر يحسه سنترال سنترد العفو عند امبلاكس بالليفر مال امبلاكس ما يقدر يحدده، يعني نسميه فيك. اوكي اور لور ابغاستريا مودريت لسيفير ستدلي وانترمتنت كرامب، وياها شويه انترمتنت كرامب يعني مغص. افتر بيريد اوف تايم يوجوالي 4 الى 6 ساعات ذا بين لوكلايز ات ذا رايت اليك فوست او رايت لور كوادرنت، يعني بالبدايه هنا بهذه المنطقه يحس الالم، الم فتشي فيك ما يقدر يحدده، بعدين يصير لوكلايز، لا يصير هنا يقدر يحدد يقول لك هذا المكان. اوكي هذا شو نسميه ورا 4 ساعات الى 6، هذا نسميه شيفتنج بين. شوفوا شباب هسه احنا هذا السلايد خلصنا ما عندنا بيشي، بس اريد اشرح لكم اشياء حلوه تفيدكم. عندنا ثلاث شغلات 3 تايب اوف بين، اول واحد نسميه ريفيرد بين، والنوع الثاني نسميه رادييتنج بين، والنوع الثالث العفو نسميه شيفتنج بين. اوكي هسه الشيفتنج بين عرفناه شو المعنى. شيفتنج بين يطلع البين ات وان سايد اند ذس سايد از ذس ابير and appear in one another side، يعني شنو؟ يعني اجى هنا الالم حس هنا اختفى هذا الالم طلع بمكان ثاني، هذا سميناه shifting يعني قمز shifting. اوكي هذا نسميه شنو shifting pain. الradiating pain radiating pain لا يطلع في مكان، مثلا خلينا نقول هنا حصوه بالحال يوريتر كوليك طلع هنا المكان هنا سايت اوف باثولوجي، بس البين فيلت هنا همات، بس شنو اكو continuation بيناتهم، يعني هذا المكان وهذا يعني يقول لك منه وينزل هيك، فهمناها؟ هذا معناه radiating pain. واضح شباب؟ يعني اكو سايد اوف باثولوجي واكو سايد ديستنت فروم ذا باثولوجي، بتوين ذم اكو كونتينيويشن. اوكي الريفيرد بين النوع الثالث اللي هو همات البين فيلد ات تو سايتس، بس شنو ما بيناتهم كونتينيويشن. مثال عليه الكوليسيستايتس، الالم هنا يصير بالرايت ابر كوادرنت، ريفيرد لل tip of the shoulder من ورا، يعني صار عندي جهتين منطقتين بس ما بيناتهم تواصل، يعني هذه منطقه تختلف عن هذه. واضح فهمناها؟ هذه المصطلحات لازم نعرفها. احنا اليوم موضوعنا شنو هو؟ shifting pain. صار shifting بالنانا طفر لهنا، زين ليش صار shifting؟ هو هذا السؤال الاهم. شوف اخوان احنا الجي اي تي بشكل عام، الجي اي تي هو جسم بشكل عام، بس ركزوا يا عيني، supply by two type of nerve، two type of nerve. nerve اللي هو اللي يغذي ال internal structures اللي هي الباول الهارت اللانج المدري شنو ذن الفيزرا، نسميه visceral pain. visceral pain اوكي من اسمه هو النيرفات تغذي هذه الاماكن، فالبين اللي يطلع بها نسميه visceral pain. اوكي واضح اللي هي الفيزرا، هن نسميهن فيزرا الاورجان الداخليه نسميهن فيزرا. هذا النوع مات الالم
يرجع للإمبريولوجيكال لايف السايت مات المكان حتى نحس به هذا الألم. يرجع للإمبريولوجيكال لايف يعني شو معناها؟ شوفوا شباب يعني هسه مثلا الميد جات ستراكشر هذا احنا اتفقنا قبل شويه ميد جات قلنا هذه بالنص والفور جات اللي فوقها والهايند جات فوقها إمبريولوجيكال لايف هذا جاي نحكي. اذا صار الالم بوحده من الاورجان مثلا بالليفر وين راح يرجع الالم؟ راح يرجع بالفور جات هنا بهذه المنطقه بالابيجاستريك اريا هنا يحس الالم. اذا صار الالم بالاسندنج كولون هو مو هنا الاسندنج هذه الجهه مالته راح يرجع وين يحس الالم؟ بري امبلايكال. اذا صار الالم بالابندكس وين راح يرجع؟ راح يرجع لل ميد جات يعني بري امبلايكال. فاذا احنا اتفقنا احنا نعرف انه هذا الابدومن مالتنا بها أورغان هذا الليفر هذا المدري شنو هاي هنا الأبندكس مدري شنو هذا من هنا الستوماك وإلى آخره. هذني شنو كفرت باي فيزرال بريتونيوم. فيزرال بريتونيوم يعني كفت غلاف فوقهن هذا سمي فيزرال بريتونيوم. أوكي هذا الفيزرال بريتونيوم هو سبلاي باي فيزرال نيرف. الفيزرال نيرف من يصير بي إرتيشن من يصير بي بين يرجع للإمبريولوجيكال لايف يطلع سايت مالته يعني هو نسميه بورلي لوكالايزد فيك ما يقدر يحسه يقدر بطنه هيك يقول لك ما يقدر يحدد. أوكي فإذا صار إنفلاميشن بال 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 بالأبندكس راح أول واحد أثر يا هو الفيسرال بريتونيوم اللي دار مدايرها هي تابعة للميدجوت ستراكتشر. إذن الألم وين ينحس؟ ينحس هنا سنترال دار مدار الصرة. اوكي وبشكل فيك ليش؟ لانه سبلاي باي اوتونوميك نيرفوس سيستم اللي هو يعطيني فيك ابدومينال بين. فهمناها اخوان؟ راح اعيدها بصوره سريعه. احنا عندنا فيزرال بريتونيوم عندنا بارايتال بريتونيوم. البارايتال بريتونيوم هذا اخوان لونه ازرق كيشي كلي يغطيهن كلهم من فوق. الفيزرال على كل اورجانك وغلاف داير مدايره. الفيزرال سبلاي باي اوتونوميك نيرف اوكي اللي يرجع للامبريولوجيكال لايف. فإذا صار أي باثولوجي بالليفر خلينا نقول بالليفر هذا لونه أصفر نسيت بالليفر صار إيش راح يعطيني؟ راح يعطيني ألم وين؟ بالإبيجاستريك أريا هنا هذه المنطقة. ليش؟ لأنه يرجع للإمبريولوجيكال لايف مالته وفيك ما يقدر يحس شيء ما يقدر يحدده. أوكي هذه أول نقطة من يصير إنفلاميشن بال بالموضوع نرجع له. من يصير إنفلاميشن بال أبندسايتس بالأبندكس يعني اول واحد اثر يا هو الفيزرال بريتونيوم اللي دار مدار البريتونيوم الابندسايتس. هذا سبلاي باي اوتونوميك نيرف. الاوتونوميك نيرف اما يروح يرجع للامبريولوجيكال لايف يحس الالم هنا هاي بالبدايه. بعدين من تطور الانفلاميشن الابندكس فد اورجان قريب على السطح لفوق فالمن يسوي اريتيشن لهذا للبارايتال بريتونيوم بعد 6 الى 4 ساعات يسوي اريتيشن للبارايتال بريتونيوم. من صار اريتيشن للبارايتال بريتونيوم هذا البارايتال بريتونيوم سبلاي باي سباينال نيرف اللي هي سيجمنتال نيرف نسميها. سيجمنتال نيرف يعني شنو؟ يعني كل نيرف الى سيجمنت يروح يغذيها معروف ومحدد. يعني هنا النيرف يجي من هنا لهاي المنطقه. هاي المنطقه صار بها روتيشن اذا الالم يحسه لوكالايز بهاي الجهه فقط مو مثل هذاك يرجع للامبريولوجيكال لايف وما يقدر لا يحسه يقول لك هنا. لذلك يصير الالم لوكالايز وين؟ يقول لك هذا الالم نسميه هذه بوينتينج ساين هوب يقول لك وين الالم هذا الالم. اوكي فاذا هذا اللي جاي يشوفون هذا هو اللي مثل السبحة هذا يسميه أوتونوميك نيرف. المن يغذي شوفوا يغذي ال ال الأورغان نفسه يغذي الأبندكس هي والبريتونيوم مالت اللي نسميه فيزرال بين. هذا جاي شوفوا هذه المنطقة اسمها فيزرال بين. ليش؟ لأنه سبلاي باي أوتونوميك نيرف. أوكي هذا بالبداية. بعدين من استوى أرتيشن للبارايتال نيرف اللي هو سبلاي باي سيجمنتال. شوفوا هذا سيجمنتال يعني سيجمنتال يعني هذا السيجمنت اللي تطلع من السباينال نيرف تغذي البارايتال بريتونيوم والوسطى اللي فوقها مال السكين والمصل وكليتهم. فاذا صار اريتيشن للبارايتال بريتونيوم راح البين يحس وين؟ يحس بالسكين. ليش؟ لانه هذا نفس النيرف ويغذي السكين ويغذي المصل ويغذي البارايتال بريتونيوم. فبالسكين راح يحس باراستيزيا شويه مثل الخدر فشي نغمش. بالمصل راح يصير بيه كونتراكشن. ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده جاردنينج او ريجيديتي من تحط ايدك المصل متقلصه. والبارايتال بريتونيوم هو الالم يحس هنا. اوكي فهذني حتى تعرفون الفرق بيناتهم ذني كلش مهمات. انا ما جاي احكي بس على الابندكس هذه البين مال الجي اي تي كليته. واضح شباب؟ احنا اتفقنا قلنا ديفرنت لوكيشن اوف ابندكس مو قلنا قبل شويه بري سيكل باراسيكل ريتروسيكل ما اعرف ايش بلفيك كل وحده تطلب برزنتيشن.
في different location of appendix also account for different presentation. تطين different presentation. The pattern of bowel function is of little diagnostic value. شوفوا يعني bowel function يعني لا constipation ولا diarrhea. كل شيء ماكو. ما عدا في حالة pelvic type سوى rotation للرقتم وسوي diarrhea early. Most of the patients شوفوا هذه نازلة لليم الرقتم. سوى rotation لهذه المنطقة سيجي diarrhea عنده. Most of the patient would give a history of constipation prior to the onset of abdominal pain, but diarrhea with tenesmus occur in other patients, especially those with pelvic appendix. Okay, شباب.